نتكلموا أكثر على المضاعفات ديال هذه الحساسية ديال الربيع، يعني ممكن لها أنها تحول إلى مرض مزمن وتولي ربو، يعني وشنو مضاعفات أخرى اللي ممكن تكون ديال هذه طبيعة الحساسية؟ الحال السؤال المهم سي محمد، المسألة لاحظناها بزاف عند الناس اللي عندهم حساسية ديال الربيع وديال لقاح الأشجار، أي أنهم ما تعرفوش بأنهم عندهم حساسية ديال الربيع وتنساوها ولا يتجاهلوها وما تيديروش تحاليل جلدية ديال الحساسية باش نعرفوا النوع ديال اللقاح ديال الأشجار، لأنه على حسب النوع ديال اللقاح، لأنه اللقاحات مثلا كاين في طنجة ولا في تطوان ماشي نفس اللقاح ديال الأشجار اللي كاينة مثلا في مراكش أو بلا بني ملال، صحيح. يعني اللقاحات تختلف من شجرة إلى أخرى على حسب النوع ديال النباتات، في زعما النباتات اللي كاين في شمال المغرب ماشي هما اللي كاين في الشرق، ما كاينش هما كاين في الجنوب، على صعيد أي شجرة تكون هناك اللقاح، تنقوموا بتحليلات جلدية ديال الحساسية باش نعرفوا النوع ديال اللقاح اللي الإنسان عنده الحساسية ليه. نعم. ما هي المضاعفات؟ مضاعفات كثيرة بالنسبة للمستمعات والمستمعين الكرام، بأنه بزاف ديال الناس اللي كان عندهم الحساسية ديال الأنف ديالهم نعم. ناتجة عند الحساسية ديال الربيع اللي ما عالجوهاش، من بعد هبطت لهم الجهاز التنفسي ولات الضيقة، يعني ولا ربو، ولا الإنسان نعم تيكحب واحد الصورة كبيرة بالأخص عند الأطفال، وهذا النوع ديال الصفير في الصدر ديالهم، وهذه الحساسيه بعد هو تنتقل ايضا للجلد ديال الانسان، تيكون عنده واحد النوع ديال الحكه واحد النوع ديال البقع تيبانو في الجسم ديالو، هذا يعني بان الحساسيه اللي ما عالجناهاش بالاول ديالها ملي تتكون على صعيد العينين ديال الانسان ولا صعيد الانف ديالو خصها تعالج، والعلاجات كاينه في على الصعيد الوطني، نعم الا ما عالجناهاش وما عرفناش النوع ديال الحساسيه بطبيعه الحال الوقايه تلعب دور كبير، أكيد. مع الناس اللي عندهم حساسيه ديال الربيع خصهم يعرفوا يديروا الكلمه ما على نفهم على فمهم، بالاخص اذا مشاو اماكن فيها الشجر فيها النباتات كالغابات كالحدائق، يعني خصهم يديروا ايضا نظارات على عينيهم باش هذاك اللقاحات الاشجار ما تخرجش لهم عينيهم. نعم. فالمساله اللي خطيره جدا هو خصنا نعرفوا النوع ديال اللقاح وما نوصلوش للمستوى ديال الدقه، يعني وصلنا مستوى ديال الدقه فتكون واحد الدقه موسميه، واحد الدقه صعيبه، وواحد الدقه صعيب العلاج ديالها بطبيعه الحال، لانه لا بد من الوقايه ولا بد من الكشف المبكر ديال حساسيه الربيع. نعم. لاحظت حاليا تقريبا ابتداء من تقريبا هذه 15 يوم بزاف ديال الناس اللي عايشين مثلا في خريبكه ولا في مراكش ولا في مكناس اللي جاوا عندي اللي عندهم حساسيه ديال اللقاح ديال الاشجار ديال الزيتون، لانه تفاقمت الحاله ديالهم، يعني ولا عندهم السائل ديال الانف بواحد الصوره كثيره بزاف، الاحمرار ديال العينين، الانف تيكون فيه مسدود اما الانف اليمني ولا اليسري ولا بجوج، وغطات لهم القصبات الهوائيه ولا عندهم صدر كيصفر، وبعض الحالات وصلوا حتى المستعجلات وصلوا المراكز ديال العينين المركزه، صحيح. لانه الدقه ديال الربيع دقه واعره، يعني دقه تنزل حتى في القصيدات الهوائيه وتتسد هذيك القصيدات الهوائيه، تبي الانسان تيصفر وتزوي وتكون عنده واحد النوع ديال الصفير في الصدر ديالو، وتوصل حتى للمستعجلات باش يعطيو ماده الاكسجين ويعطيو مواد اخرى عن طريق الحقن باش يتنفس، يعني ما خصناش نوصلوا هذا المستوى السيد محمد ما خصناش نوصلوا ليه، خصنا الوقايه وخصنا الكشف المبكر على حساسيه لقاح الاشجار وحساسيه الربيع ككل.